السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نعم، السائلة الاولى كلمة علاج يعني تبقى بين هلالين يعني بين نعم. مزدوجتين يعني علاج لما لا يعني كل الاشياء يعني تستعمل للعلاج، ولكن الناس باش ما يسمعوش كلمة علاج ويمشي ويأكل التفاح على أساسها، لأن لماذا نقول نظام؟ غذائي. لأن نعم. نظام يعني أشياء بكثرة أولا، لا يعني شيء، سيستم كيعني على الأقل اثنين. فهذا نتكلم عن نظام، لماذا؟ لأن ليس فيه فاكهة واحدة وخضرة واحدة، ويعني نظام معناه كيجمع أشياء طبيعية كثيرة، وكنحاولوا ما أمكن نعطيو فيها الأشياء القوية اللي فيها مكونات طبية. هذه الأخت هذه سولت على الفائدة الطبية ديال التفاح، هي اللي تكلمنا عليها في المقدمة، البداية طبعا كنكونوا يعني الجواب جا قبل السؤال، ما فيها بأس. فالفوائد الطبية، التفاح يقترن بالقلب، نعم. يعني حتى الشكل ديالو شكل قلب، شكل قلب فعلا، وكأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا يعني بدون بلا ما نقراو، عطانا واحد الرسم ديسان، دار لنا رسم باش نعرفوا بأن هذاك الشيء يصلح للقلب، يعني بدون طبعاً. ان نتعلم، يعني بلا ما نمشيو للمدرسة. هذا الفوائد الطبية، هو يقترن بالقلب خصوص أمراض القلب والشرايين. الناس لأن يعني حمض الكلورجينيك معروف يعني الأثر ديالو على 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 الشرايين، وكذلك حمض السيتريك ويعني الكويرسيتين، مكون الكويرسيتين. هذه أشياء يعني معروفة في الطب أنها كتلين وكتسرح هذوك الشرايين، وحتى تزيل بعد يعني هذيك الصفائح اللي كتضيق هاد الشرايين. ويقترن بالقلب، التفاح يقترن بالقلب، ثم التفاح يغسل الجسم لان فيه حمضيات عضويه، هي تزيل كما قلنا هذه الحصى في المراره والحصى في الكليه وما الى ذلك، ثم ما كيخليش التفاح، كثره استهلاك التفاح ما كيخليش بعد هذيك الحصى تكون في الكليه، لانه كينبي ويكبح هذيك الترسبات ديال الاوكسالات ديال يعني، وخصوص هي اوكسالات الكالسيوم هي اللي كتشكل خطر. كل انواع التفاح جيده، يعني اللي يرتاح للصفر ياكلو، اللي يرتاح للاخضر ياكلو، كاين اللي ما كيبغيش رائحه التفاح الاخضر، كاين اللي كيجي غثيان ملي كيشم رائحه التفاح، ولكن كاين تفاح احمر وكاين على الروائح حتى هي كذلك، يعني كنشوف ان التفاح ديال ميدالت كي قلت الرائحه ديالو تختلف عن رائحه التفاح المستورد هذه. ثم التفاح الموسمي هذا الصغير البلدي اللي غادي يدخل في شهر 6، الرائحه ديالو كذلك تختلف تماما على انواع التفاح الاخرى. وكان يعني لا شي واحد ما شافش هذيك التفاح عطيتيها لك لا يقدر يقول لك ماشي تفاح، الا ما عمرو كان التفاح البلدي، الا كان متعود على التفاح ديال اوروبا ما يعرفش بانه راه مذاق ديال التفاح، يعني سبحان الله. يعني هذه كلها يعني اشياء جيده. واخت جزاها الله خيرا قالت هل التفاح يعالج الروماتيزم؟ الكل علي من الروماتيزم، غادي السؤال ديال الروماتيزم والسؤال ديال سرطان القولون، يعني رانا نشوفوا يعني بان الامر ليس سهل. سرطان يعني الروماتيزمات هي كتجي من البروستاغلاندينات وكتجي من حمض الاوميغا 6. نشوفوا ان يعني ديك التراكمات ديال الميتابوليزم، تراكمات ديال الاستقلاب داخل الجسم وعدم الحركه ثم عدم النشاط ديال الدوره الدمويه، هو اللي كيخليه هذه المواد هذه كتترسب وكتجي للمفاصل وكدير هذا المشكل ديال الرومات، تكون الروماتويدات هي معروفه هذه يعني في الجسم. الحمض الاوميغا 6 الناس يحيدوا لي دم، يحيدوا شحوم حيوانيه، حتى زيوت المائده هي كذلك فيها الاوميغا 6، يحيدوا هذه الزيوت ويحيدوا الزيوت المهدرجه على الخصوص والشحوم الحيوانيه. ثم يتناولوا فواكه بكثره، كي هذيك الروماتويدات كتنقص الى ولا الطبخ ديالهم بزيت الزيتون، واستهلكوا زيت الزيتون مع الفواكه كتنقص، اكيد كتنقص هذا الروماتويد. ولكن علاج الروماتويدات لا، هو كيساعد وكيريح شويه، كينقص ولا كيحبس كاع الروماتويدات للناس اللي مازال ما فيهمش روماتيزم، ولكن انه يعالج الروماتويدات لا اظن، خصوص الاشخاص اللي واصلين واحد الدرجه كياخذوا كورتيكويدات واللي منتافخين واللي عندهم الايادي ديالهم ولا الرجلين ديالهم يعني كيضروهم، ما يقدروش الصباح يقوموا. هذه لا يمكن، انا غادي ياكلوا التفاح يعني عليه. الاخت اللي سولت على سرطان القولون، نعم كل الاشياء تحفظ من سرطان القولون اذا كانت طبيعيه. كل الاشياء، الشعير، القمح، القطني، الخضر، الرز، يعني هذا الخرطه، التفاح، الاجاص، العنب، التين الشوكي، كل الاشياء تحفظ. لماذا؟ لان هذه الاشياء كلها كتمشي لسرطان القولون. وهذه الاشياء نباتيه فيها الالياف الخشبيه، والالياف الخشبيه هي التي تحفظ من سرطان القولون، زائد بعض الاملاح المعدنيه مثل السيلينيوم ومثل المضادات للاكسده.
المضادات للاكسده عشان الدور ديالها هي كتسبق الاكسجين، ما كتخليش هذوك الجذور الحره ديال الراديكولي ما كتخليهمش يخربوا الخلايا ديال القولون، يعني كتمشي هي كتشد لهم الاكسجين، هذوك الجذور الحره ما كيقدروش يعني ياذيو ولا يخربوا هذيك الخلايا ديال القولون. ولذلك اللي باغي الجسم ديالو ما يظهرش عليه سرطان، يعني سرطان القولون على الخصوص، انه ما يكثرش من مسببات الجذور الحره اللي هي كثره اللحوم واللي هي المقليات واللي هي الحلويات واللي هي اشياء يعني صناعيه، هذه هي اللي كتكثر الجذور الحره. الا الناس حبسوا هذه الاشياء على القولون، عطاو اشياء طبيعيه اللي فيها هذه المضادات للاكسده والالياف الخشبيه، ما يكونش عندهم سرطان القولون. يعني لا اظن انا هذا هو اللي قلت نظام غذائي وليس واحد ماده دون ماده اخرى. دكتور، قبل ما نختم البرنامج تصلني العديد من الايميلات والعديد من المكالمات يسألون هل للدكتور محمد الفيد عيادة؟ نعم علي، أنت تتكلم، أنا خبرنا الناس بأن ما عنديش عيادة. نعيدها لأن دائما تصلني هذه الإيميلات. أنا عيادتي هي الإعلام. نعم. هذا برنامج عام. نعم. نحن نؤطر هذه المعلومة، وكنا يعني في إطار جمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك. نعم. عندنا جمعية حماية المستهلك عندها 12 فرع في المغرب. نعم. واللي عندنا أدبيات في إيصال المعلومات للناس. نعم. بدون إثارة فتنة وبدون أي شيء، وعليين الناس يفهموا ويعرفوا، لأن عندهم حق المعرفة في القانون الجديد لحماية المستهلك اللي صدر، يلا صدر في هذا الشهر اللي فات، أنه المستهلك له الحق في معرفة ما يستهلك. نعم. هذا حق، ومشي حق إنساني. يعني حتى القانون الإنساني، يعني أن هذا، ومن الناحية الشرعية فهو الآن سبحان الله تزكي الشريعة، أن الشريعة تنص على معرفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على معرفة السلعة قبل أن تبيعها للمشتري. خاص المشتري عرف هذيك، تعرفوا السلعة وتخبروا بالعيوب ديالها، يعني ولا قبلها يعني لا تراضي، هذيك الساعة البيع والشراء هو تراضي، إلا قبل ديك السلعة كتقول له ديها شنو فيها، إلا قبلها الله يعاونه ما عندش مشكل، ولكن أنك تخدعه او يعني تدخل في الغش، يعني في الحسبه، يعني كتعامل مع هذا. نعم. فيعني انا ما عنديش الى حد الان، ليس لدي عياده لا حره ولا مازال، يعني الحمد لله اعمل كاستاذ باحث بالمعهد اعطي انا حسن كان للزراعه والبيطره بالرباط، نعطي معلومات للناس وتكون معممه. نعم. ونفيد جميع الناس، وهذا البرنامج هو يعني طبعا منبر لجميع المستمعين. الحالات الخاصه كاين. نعم. طيب كاين اطباء كاين. نعم. سميتوا عليه الناس يتصلوا بهم، ولكن أنا هكذا، أنا أحب هكذا. نعم. يعني إذن جزاكم الله خيرا على كل المعلومات التي تقدمونها للمستمعين.